لم يترك لنا الإرهاب خيارا إلا المواجهة والقتال. مشاهدينا الكرام، في آخر ساعات لتحرير درنة من الإرهاب الذي جثم على صدورها لأكثر من 7 أعوام بدعم قطري وتركي، العين الإخبارية تضعكم في صورة المعارك الأخيرة في هذه الساعات التي تفصلنا عن إعلان تحرير مدينة درنة. بعد كفاح مرير وتضحيات جسام ليتواصل الكفاح حتى هذا اليوم المجيد الذي نعلن فيه بكل فخر تحرير مدينة درنة الغالية على نفوس كل الليبيين. عينك على العالم.